القاعدة الرابعة والأخيرة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين. شفت الشرك في زماننا ده؟ قال لك أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين ما هو بيذكر الكلام ما جوزاف سا بيذكر لك الدليل عليه. قال لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة. كفار قريش ديل في الرخاء أكل ماشي تمام والسوق كويس والمطر نازل أمور مجية، بيعبدوا الأصنام، ركبوا في السفينة وجاءت الشدة بيدعوا منه الله سبحانه وتعالى. لكن قال لك زماننا ده، قال ومشركو زماننا، قال لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك سفينة دعوا الله مخلصين له الدين، دل الأوائل، فلما نجاهم إلى البر إذا هم شنو يشركون في الجيفة، يشركوا بغير الله في البحر، دعوا الله مخلصين له الدين. أنا قبل مش ذكرت لك قصة حليمة ديك ولا دي ما ذكرتها هنا؟ ما ذكرتها؟ ما شين؟ ما ذكرتها لكم، دي مناسبتها هنا الآن، مع أنه دي المرة الثالثة تتقال وتتسجل. ركبنا سفينة شاحنا المهم باخرة، أنا وود الناير ده، بعدين راكبين جينا ماشيين إلى عمرة الله يتقبل ونيم، جينا ماشيين بمحل في صالة كذي فيها النساء وصالة فيها الرجال، وقبل ما اتصل الرجال بتمر بالنساء، فجينا ماشيين بالصالة في مرة راكدة كبيرة والنساوين راكدات ومجدد المهم، بعدين في مرة كبيرة نحن لفت انتباهنا عند عظيم زولة ما رايحة اسمها حليمة، مرة رايحة اسمها حليمة، قامت باللفظ قالت يا الصايم ديما تجيب لنا حليمة، جابتها بالسجع لك، يعني ما قالت يا مكاشف ولا كذا، جابتها بسجع معي، الصايم ديما تجيب لنا شنو حليمة. نحن وقفنا طوالي طوالي تكلمنا الله يتقبل في التوحيد وكذا وكذا ونصحناه وقبله، وبعدين قلنا لهم يا جماعة أسي في مرة ويبتسمع في الكلام، قالت يا الصايم ديما تجيب لنا حليمة، صايم ديما مات، والله قال وتوكل على الحي الذي لا يموت إلى آخره، وذكرنا الأدلة. الكلام ده نحن راكبين شنو باغرة، ودين لما ينادوا في الشدائد بينادوا الله، وهم راكبين شنو يعني الشغلة دي ما عملية ولا كيف يا جماعة؟ دين هذا الصائم ديما، صائم ديما هنا دي فيهم درمان مدفون ولا وينه، فيهم بدة صح ولا ما صح، مدفون فيهم بدة، ما ركب ذاته معانا السفينة ولا جزاته، وفي النهاية حليم القوة، عليم ربهم لقوها بعد ساعة بعد ساعتين، عليم ربهم لا ألقاها صائم ديما ولا غير، وصائم ديما فتش حليمة يا صائم ديما شغال مع المصريين يا أخ بتاعنا الباخرة ماسك ميكروفون يقول حليمة تخش صالة النزوان وكلام كله لخبة ساي، فديل في الشدائد وفي السفينة وفي غيره، والله ينادوا غير الله، ينادوا في الشدائد، هسه العربية دارت تنقلب يا فلان الحقنا. وموقف انا برضو حصل لي في جاي من الهلاليه ماشي رفاع، وصلنا الجنيد محل بيقول لها المشروع، عربيه دارت تنقلب، زمان يسموها بريسه برينسه بوكسي ده اللي وراه صندوق ده، ففي مره كبيره قالت يا المكاشفي، واحد جنبي قال يا المرين، قلت لهم يا ناس كده تبقوا اول شيء مكاشفي ومرين، يمكن ده يجر الاساتذه اللي قدامه ذاك الورد قلبوها ذاته زي التور، انتوا يا اخي نادوا الله سبحانه وتعالى. قلت لهم يا جماعه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده اللفظ اللي قلته لهم، لكن ذاك انا في نفسي جاء كلام زي ده يعني بعد القصه، لكن اللفظ اللي قلته لهم باللفظ كده بالنص، قلت لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما يا غلام اني اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سالت فاسال الله. المره قالت لي هتو واو الى اخره، لحد ما قالت لي تكره الاولياء، والاولياء الفقراء ديل يدهم واصله، قلت لها حاجه هم فقراء
ونحن فقراء. الفقير يمشي للفقير ولا يمشي للغني سبحانه وتعالى. وفي النهاية بنجي من الكربات الله سبحانه وتعالى، لا فلان لا إلا ده كله من الباطل ومن الشرك بالله سبحانه وتعالى. الذي نخاف والله نخاف أن يلقى به هؤلاء ربهم، لأنه في الموت في سؤال. حتى إذا جاءتهم رسولنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا، ضلوا عنا، راحوا ضلوا عنا، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. لكن 200 قالوا بعد الموت وفات الأوان. فأسي الموضوع سائل جدا لما وفقه الله تعالى أن يتوب من كل هذه الشركيات. حجاب يقلعوا طوالي، عقيدة في شيخ يفكها طوالي، بايع شيخ ما بيع أنساه طوالي، ولا تمشي تقول لي أنا حليتها وما دار بيع معاك وما دار كذا، خليه وساي ما بيع ذاته، ما تربطت ذاته، بيع ذاته لا فيها سلعة لا فيها قروش، لخبة ساي بس بايعتك وليا لي في الدنيا. واحد في اليوتيوب برضو بدي شفع بديهم روسية، قال في البيعة تقول تور بديهم برضو روسية. والله الذي لا يلغب شباب زوار، واحد داق بتاع جلكسي برضو بتاع محايته بيبسي وحواره شنو هاي حواره جكسي ومحايته بيبسي، قال لام البنات وأولاد، وقال الذكر وناي، وفي النهاية جايبين له صور. والله الذي لا إله غيره، البيت يخط يده كذي وهي ماد يده وراسه لخبطة، وهي بيت متبرجة وهو شاب وهي شاب، لخبطة ذاتها عجيبة جدا، وديل بيمشوا كيف ذاته ودياته تربية ذاته. والله الذي لا إله غيره بركات الشيخ لما ذاته شغلة موضوع ما طويل. والله الذي لا إله غيره. والوصول الثلاثة انتهت، وهذه القواعد الأربع أيضا، القواعد الأربع يعني اكتملت. وختم المصنف رحمه الله تعالى بقوله قال: والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون قال والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. فده المتن باختصار، ونحن عملنا في مجلس واحد، وهذا الكلام لم نكن فيه بدعا من الناس، وإنما سبقنا به من هم من العلماء كالشيخ صالح اللحيدان في مجلس واحد عمل شنو القواعد الأربع، وأكملوا في ساعة وكم 30 دقيقة، أكملوا 33 أو 35، 33 تقريبا أو 35، وآخر شيء آخر نسخة لقيتها 33 مسجلة صوتية. فالإنسان يعني يجتهد في تبليغ دعوة الله سبحانه وتعالى، ويستعين بعد الله تعالى يستعين بالصلاة وبالصبر وما ذكره الله تعالى في القرآن، وأن يذكر هذه المسائل. نصيحة ممكن 10 دقائق تشرح للناس القواعد الأربعة باختصار جدا. يا جماعة السلام عليكم وعليكم السلام، الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله، في 4 حاجات إن فهمتوها بتفهم الشرك من التوحيد. ناس تعبد الله وحده ولا شريك له. كفار قريش كانوا بيقولوا الخالق الرازق المحيي المميت الله، وده ما دخلهم في الإسلام وذكر الأدلة. 2 نازل كانوا بيقولوا من أجل القربة والشفاعة زي حال كثير من الناس الآن، وده ما يغني عنهم من الله شيئا. 3 نازل ما كانوا بيعبدوا أصنام بس، في واحدين بيعبدوا أشجار وإلى آخره، وناس بيعبدوا بشر وناس أنبياء وناس ملائكة تذكر الأدلة. 4 الشرك الآن هؤلاء أشد وأغلظ شركا من الأولين، لأنه ديلك في الرخاء بيشركوا بالله، في الشدة بيلجوا إلى الله، دعوا الله مخلصين له الدين. وأما الآن في الرخاء والشدة، في الرخاء معلقين الكمون، معلقين الحجاب، معلقين إيه، في الرخاء يوم العيد تانية العيد اركبوا البصات واللواري والبكاسي ماشي وين، والله يقول لك ماشيين الشكينيبة، تجيبوا شنو تلقى ملفلف بيشال ده من شنو، ولك من الغبار والتراب، ويمشي يجيب تراب، ما تخلي تراب الشارع ده انت مالك، والله يقول لك، وتلقى ماشي وبكاسي وعربات ونساء ورجال ور ماشين عربات ماشين ليش شنو، يقول لك زيارة، تنكروا زيارة المغابر انتوا يا مجارمة، في زيارة تانية العيد مغابر، في زول بيمشي مغابر تانية العيد، ده فرح ولا دار يحزن ده، ولو حزن الشرع ذاك ما مشكلة امشي المغابر اتجمك دي، بس الا بيبوكس الشكانيبه البلد دي جت ما فيها ناس بيموتوا الا في الشكانيبه، امشي المغابر دي ذاته
كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم شنو الآخرة. دي مقابر الشكينيبة بس ولا المقابر الجنبك ذاتها الحديث ده انطبق فيها انطبق فيها، وديك بتذكر المقابر اللي فيها قبة وفيها نور وفيها زخرفة، دي بتذكر الآخرة قبة وتبرك واشياء طويلة والكلام يطول. إذا مد الله في الأجال ووفق نأتي في الأسبوع المقبل وندخل في متن جديد من الكتب، إما أن نختار أن نواصل في هذه الكتب التي في العقيدة أو نختار كتابا فقهيا يعني أو من كتب الحديث نشرحه ونواصل في كتب العقيدة. جزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم على نبينا محمد إن شاء الله.